قصف بالطيران المروحي على مدينة اللطانة بريف حماة الشمالي. الطيران المروحي يقصف مدينة اللطانة بالبراميل المتفجرة. قصف بالطيران المروحي على مدينة اللطانة بريف حماة الشمالي والدخان يتصاعد. 29/12/2014. قصف بالطيران المروحي على مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي. الطيران المروحي يقصف مدينة اللطامنة بالبراميل المتفجرة والدخان يتصاعد. برميلين متفجرين دفعة واحدة من طائرة مروحية على مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي والدخان يتصاعد. 29/12/2014. هنا برميل وفي هذا الاتجاه برميل. برميلين متفجرين. Thank you.